مرحبا، اسمي ندى. جمعت لكم أهم 5 نصائح لشنطة مدرسية سليمة. تأكدوا أن حجم الشنطة ما يكون أعلى من الكتف ولا تحت الظهر. اختار الشنطة بحزامين مبطنين للكتف. ضروري ما يزيد وزن الشنطة عن 10% من وزنك، وتاخذ بس الكتب المطلوبة بالجدول اليومي. وعشان توزع الوزن بشكل أفضل، اختاروا شنطة بعدة جيوب. ولما تشيل الشنطة لا تثني ظهرك، الصح أنك تثني ركبتيك وتشيلها بظهر مستقيم. شفتوا كيف الموضوع بسيط؟ والحين بشارك الفيديو مع أمي وحمودي أخوي وصديقتي شهد. وانتو مع مين بتشاركوا الفيديو؟